أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. حذر مفتي عام ليبيا فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني قوات الجيش الليبي والقوات المساندة له من الاستجابة لدعوة بعثة الأمم المتحدة والمنظمات المنضوية لها لعقد أي لقاءات معهم خارج نطاق الشرعية. أوضح فضيلته في حلقة الإسلام والحياة التي بثت اليوم على شاشة القناة أن هذه المنظمات الدولية هي جهات استخباراتية غرضها جمع المعلومات وشق الصف. طلب فضيلته حفظه الله من الجهات الشرعية في الدولة بتسمية الدول المعادية لليبيا صراحة ومن ثم قطع العلاقات معها. على صعيد ميداني، أعلنت عملية بركان الغضب تقدم قوات الجيش في المنطقة الغربية بمحور العزازية السبعة سيطرتها على آليات دعم ميداني ولوجستي لميليشيات حفتر الإرهابية. ونشرت عملية بركان الغضب عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر تمكن قوات الجيش من غنم 10 آليات تابعة لمسلحين يتبعون ميليشيات حفتر الإرهابية بعد انسحابهم من المحور وتركهم لأسلحتهم وعتادهم، من بينها آليات مصفحة. استعرض وزير الداخلية فتحي بشاغة الثلاثاء وعدد من منظمات المجتمع المدني من مدينة مصراتة آخر مستجدات هجوم ميليشيات حفتر على العاصمة طرابلس. وجدد أعضاء منظمات المجتمع المدني رفضهم القاطع لما تتعرض له طرابلس من هجمات إرهابية خلفت مئات الشهداء والجرحى وألاف العائلات النازحة. دوليا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جونيف لودوغيان اليوم الثلاثاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون ينوي لقاء حفتر لوقف إطلاق النار. قال إن حفتر أفشل تقدم المسار السياسي في ليبيا. وجدد لودوغيان أمام النواب الفرنسيين على أنه لابد من دفع مجمل الأطراف وبقوة لسلوك طريق التفاوض والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى تسوية سياسية. يشار إلى أن الرئيس الفرنسي قد أكد في 8 مايو دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني التي اتهمت بدورها باريس بدعم حفتر داعيا لوقف إطلاق النار بلا شروط. أخيرا، أعلنت الشركة العامة لكهرباء إجراء إصلاحات لمحطة جامع التغار بعد تعرضها للحريق نتيجة للاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة الأحد الماضي. قالت الشركة الأربعاء أن فرق الصيانة بدائرة توزيع السواني ركبت 4 وصلات ضغط عال ورأس كابل ضغط عال بخطوط الإرسال. نشرت الشركة صورا للأضرار التي لحقت بالمحطة عقب تعرضها للحريق. أوضحت الشركة أنها ستضطر إلى طرح الأحمال يدويا في المنطقة الجنوبية للمحافظة على دوائر نقل الطاقة العاملة من الانهيار. في أمان الله.